طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والبداية مع العناوين. في العنوان الأول لهذه الحلقة، خريجو هندسة النفط يعتصمون أمام وزارة النفط لليوم السادس على التوالي للمطالبة بتوظيفهم. وإلى العنوان الثاني في هذه الحلقة، مياه السيول القادمة من إيران تجبر أهالي قرى بمحافظة ميسان مغادرة منازلهم. أما في العنوان الثالث لهذه الحلقة، منازل في المدينة القديمة بالموصل تتعرض لعمليات تجريف ودفن من قبل بلدية الموصل. أما في العنوان الرابع، قطار بغداد البصرة يتعرض من جديد إلى اعتداء بالحجارة في منطقة الأرملة في البصرة. ومن العناوين إلى التفاصيل، تتواصل اعتصامات خريجي هندسة النفط أمام مبنى وزارة النفط في العاصمة بغداد لليوم السادس على التوالي، مطالبين الوزارة والحكومة بتوظيفهم في قطاع النفط، حيث قرر الخريجون النوم أمام مبنى الوزارة، وبعض الخريجين أضربوا عن الطعام لحين تلبية مطالبهم. دعونا نشاهد جانبا من هذه الاعتصامات التي صورها المعتصمون ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا الباطل لا تعرف، وهذا الباطل لا تعرف، والله حيوه النفط والأيده، الله حيوه النفط والأيده، عافية نفطك يا عراق الفرهدة، عافية نفطك يا عراق الفرهدة، قسم هندسة النفط هضيعة، قسم هندسة النفط هضيعة، عافون قلم والمعهد عينه، عافون قلم والمعهد عينه، فني جوف الاستمارة فترة، فني جوف الله شلون بينا على الرصيف مليمينا، ما يعين لا يجينا، ما يعين لا يجينا، استمرار اعتصام مهندسي النفط اليوم السابع على التوالي 12/4/2019. في هذه الأثناء أو في هذه الاعتصامات، حدثت حالات إغماء بين صفوف المعتصمين المضربين عن الطعام، مما اضطر إلى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى في الوقت الذي لم يخرج أي أحد من الوزارة للحديث مع المعتصمين والوقوف على مطالبهم. دعونا نشاهد المقطع التالي الذي يوضح نقل المغمى عليهم بسيارات الإسعاف. حال واحد من المعتصمين بعد أسبوع الاعتصامات المفتوحة وبعد يومين من إضراب الطعام، مرت 48 ساعة من إضراب الطعام، وبدأ يساقطون المتظاهرين والمعتصمين مالتنا، الواحد تلو الآخر، الواحد البارحة سقط عندنا واحد، ووثقنا هذا الشيء إعلامياً. دولة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مدعوة بوقفة جادة وجدية، نناشد الدكتور عادل عبد المهدي بإيجاد صورة حل. هاي ثاني مرة يجون إسعاف ونحن كثير من المعتصمين، وين وزارة النفط؟ وزارة سيادية تطبق يوم الإسعاف وما تحرك ساكن، وزير النفط لا يرسل لنا ولا ممثل عنا. دولة هاي دولة لو شنو؟ دولة رئيس الوزراء، حضرتك مسؤول عن حمايتنا ومسؤول عن سلامتنا. كافي باطل، جاك 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 الحوت حوت إذا مات هذا إذا خطيته بركبتهم، والله العظيم إذا مات خطيته بركبتهم، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، الله لا يوفق كل واحد كان السبب، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم.
وفي العاصمة بغداد أيضا وقفة احتجاجية للمحاضرين والخريجين من كلية التربية من جميع محافظات العراق، طالبوا بتثبيتهم على ملاك وزارة التربية وتوفير الوظائف للخريجين. دعونا نشاهد جانبا من هذه التظاهرة ونعود إليكم. إلى تفاصيل الخبر الثاني، حيث ما زالت مياه السيول القادمة من إيران مستمرة، خاصة بعد تفجير الجهات الإيرانية العديد من السدود الترابية لجعل مياه السيول تذهب إلى العراق دون أي اعتبارات إنسانية ودون أي احتجاج أو رفض من قبل الحكومة في العراق على هذا الأمر. المقطع التالي الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لمياه السيول القادمة من إيران وهي تداهم منازل أهالي البتيرة بمحافظة ميسان صباح هذا اليوم. هذه السيول القادمة من إيران دفعت بالأهالي باستخراج ما استطاعوا أن يخرجوه من حاجياتهم المنزلية على عجالة، وقامت فرق الهلال الأحمر بمساعدة أهالي القرية باستخراج أغراضهم وأثاث بيوتهم. دعونا نشاهد. يلا ابو يلا هذا ما يشط طق عليهم شباب الهلال سووا لهم اخلاء. هاي وصلنا حاليا احنا بمنطقه الفتيره، منطقه الجزره يسمونها. من وصل فريقنا فريق الهلال الاحمر فرع ميسان وبالتعاون مع فرع الديوانيه، بالصدفه وصلنا لهذا المنزل فانخفض عليهم المي، طقت عليهم السده وقمنا باخلاء البيت والحمد لله طلعنا العائله وفراشهم. وهسه نتوجه ان شاء الله نسوي لهم خيمه. اي عمل شو يطبون يطلعون؟ السيول القادمة من إيران أيضا دفعت أهالي القرى الغارقة بمحافظة ميسان بالنزوح مع مواشيهم بعد أن أغرقت السيول قراهم ومزارعهم، حيث يوضح المقطع التالي محاولة للأهالي لإيصال المواشي إلى الأماكن المرتفعة تفاديا لغرقها. فلنتابع. Thank you.
هلا مرحبا يا هلا بليل. طبعا مع كل هذه المآسي التي نشاهدها منذ أيام خاصة في المحافظات الجنوبية القريبة من إيران، إلا أن الحكومة لم تقم بجهد فعلي على الأرض بإرسال قطاعات مثلا من الجيش لمساعدة الأهالي لتفادي الضرر الواقع عليهم جراء هذه السيول. في المقطع التالي الذي انتشر على موقع فيسبوك أحد الأطفال في محافظة ميسان كذلك، وبعد غرق قريته اعتلى ظهر الجاموسة وبطريقة تهكمية طالب الحكومة بتوفير منزل له بدلا عن منزله الذي غرق جراء السيول القادمة من إيران. فلنتابع. وين صاعد؟ شو ليش ما عندك مكان تقعد بيه؟ لا والله. شوفه قاعد فوق الجاموسة ما عنده مكان يقعد بيه. ترد بيت؟ ترد بيت؟ ايه. ان شاء الله شوفوا لك هذا على دواي. طيب ليش عليوي؟ لك شوف هذا قاعد فوق الجاموسة، المفروض هذا عنده غرفة، غرفته جاموسة. مو انت شو تناشد الدولة؟ يا اهل الرحم غطينا نريد بيت. بس بيت؟ بس بيت عاد عندنا بيت نعيش بيه. الله اكبر. وبعد ما تشتردون؟ لا الله بس بويت هذا اريد نعيش بيه، عندنا جهال صغار. الله اكبر. شوفوا طفل هو، شوف هذا طفل حتى غدا بعدنا ما متغدين. شوفوا سمعوا الدولة. نبقى في محافظة ميسان ومع السيول التي اجتاحت واغرقت الكثير من مناطق وقرى المحافظة، حيث نشر ناشطون مقطعا مصورا على منصات التواصل الاجتماعي يوثق غرق قرى بأكملها بمياه السيول بمحافظة ميسان وخلوها من أهلها بعد أن وصلت المياه إلى مستويات مرتفعة. دعونا نتابع. لا زحمة حمودي في قرية البندة الحجيسة حاليا. شوف وسط الحواش مات البندة. لا اله الا الله. الله اكبر. التغام والله التغام. هذا الشارع هذا الشارع خلينا نجي زحمه من الناس. هاي الماي الله اكبر. لكم وين ولت هاي الوادم؟ عن هالحوش غاط. إلى تفاصيل الخبر الثالث. لم تتعرض منطقة في العراق الدمار الذي تعرضت له مدينة الموصل القديمة، بالإضافة إلى تجريفها بعدما تعرضت له من قصف، وخصوصا مناطق الشهوان والإقلاعات والميدان، حيث تعرضت لتجريف عشوائي لعدة مرات حتى محيت معالم المدينة بالكامل، رغم أن هناك بيوتا لم تكن متضررة جراء القصف أيضا طالها التجريف، والبعض الآخر تعرض للدفن من قبل الجهات الحكومية المحلية في محافظة نينوى. أحد شباب الموصل صور المقطع التالي حيث يظهر فيه العديد من المنازل التي لم تتعرض إلى الخراب الكلي ومنها صالح للسكن. وحمل الشاب الموصلي محافظ نينوى السابق نوفل العاقوب المسؤولية عن عمليات الدفن والتجريف التي تعرضت لها مناطق في الموصل. دعونا نشاهد. يمشي الطجومي جينا طبعا الصدمة ما تنوصف. هسه انا واقف على الطابق الثاني، الطابق الثاني صيغ مستوى الارض. هاي البيوت الهوني اللي انا هسه عليها ما بيها شيء، مجرد تدمير جزئي وممكن اعادة اعمارة. الحملة مال المحافظ ايش كن عملوا؟ كن عملوا البيوت العيلية اللي اعلى من عنده، كن نزلوا البيوت كلتها، بحيث هسه هاي الأغذية اللي عترشعوها هاي يمكن ارتفاع 15 متر، بيوت بكامل اندفنت. لحق هسه هذا بيت الجوة هذا ما بينه شيء. هسه التكملة مال البيت جوا انقاذ، جوا هاي الانقاذ اللي عترشعوها قدامكم.
بأي حق بأي دين بأي مذهب المحافظ عم يعمل هالشكل بحملته؟ يعني هذا البيت ما كان بينه شيء موجود. دخلوا سان على الطابق الثاني تغشعون صايغ بمستوى الأغذية. هاي البيوت اللي اندفنت يعني أشو راح تتعالج؟ إيش راح يقل مصحابه؟ بأي حق دفنه؟ ليش دفنه؟ ما عاد أفهم إيش السالفة. منو خوله هالشكل يعمل بالبيوت هالتخريب؟ نبقى في الموصل حيث قرر أهالي مناطق الشهوان والميدان في الموصل القديمة الاعتصام ومطالبة الحكومة المحلية والمركزية بتعويضهم وإيجاد صورة حل لهم بعد أن أصبحت مناطقهم ومنازلهم أرضاً مستوية وذلك بعد تجريفها من قبل محافظ نينوى السابق نوفل العاقو. دعونا نتابع. اخواننا اهل الشهوان تعالوا هنا على بيوتكم، تعالوا هنا خلينا نجمع نصير فرد 40 50 واحد، اللي عنده بيت هنا واكل عنده بيت خليه يجي على بيوته، نجي هنا ننصب لنا خيم ونبعد هنا، ننصب خيم ونبعد هنا حتى يجي المحافظ يجي قائد عمليات، ننصب لنا خيم هنا ونبعد، كل من عنده بيت واقع اخويا نبعد ان شاء الله هنا والعلم تجي علينا. اخوي والله اذا ما هيجي بعد 100 سنه ما تنبني البيوت مالنا. ترى ما نرجع. هاي الظل قاعد يجي، الظل ابد ما حد يرجعه. اللي عنده بيت اللي عنده قاعد يجي هنا. ما يجي طالب حقه يجي طالب بيته ترى ما يرجع. الجمعه ننصب خيم هنا ونبعد. نبات هنا بالخيام ما نطلع من هنا. اخوان اللي عنده بيت واللي عنده. الظل ظل يجي على الحاله اشهر. يا اخوان ظلوني يجي. عالم عتعمر فوق ما تجوا ترى ما تعمر كل شيء يا اخي حتى دتش تبرقه وراس الكور والاقليعات والكوازين هاي المناطق كلها راح تجي هنا كل راح تنزل هنا كل مشموله خليجون هذا بيت كرمين هذا بيت كرم هذا بيت كرم هنا هاي البيوت كلها راح رايحه بيوت عمر راح نبني خيمه هنا نعم خيمه اظلون هنا لا ترى ابو خضر ما اظلون هنا قاطعي إلى تفاصيل الخبر الرابع. وفي حالة غير حضارية يتكرر الاعتداء على قطار بغداد البصرة بالحجارة من قبل أشخاص تؤدي إلى تكسير زجاج مقطورات القطار وإصابة بعض المسافرين. الحالة الجديدة حدثت أثناء مرور قطار بغداد البصرة في منطقة الرمالة في البصرة، حيث أن حجم الضرر الذي سوف نشاهده يؤكد من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أن من قام بهذا الفعل ليس بطفل. والسؤال هنا ما السبب وراء الاعتداء والتخريب على قطار ينقل مدنيين من بغداد إلى البصرة؟ دعونا نشاهد المقطع التالي. عمود يقول لك الطوارئ يقول لك يصير براسنا خير ما شوف القطار واحنا قاعدين مربونة طابور هذا الشعر شوف الشعب العراقي العظيم. اهلا بكم من جديد والى فقرة أراءكم. تداول ناشطون على موقع فيسبوك مقطعا مصورا وصورا يوضحان الاعتداء على رجل مسن ورجال آخرين من أهل ناحية الصقلاوية في الفلوجة من قبل ما قالوا إنه ضابط في الحشد العشائري يدعى العقيد سعد، وذلك جراء مشاجرة، حيث اعتدى الضابط بالضرب المبرح على الرجل المسن وعلى الرجال ما أدى إلى ظهور كدمات جراء التعذيب. دعونا نتابع المقطع والصور. وهذا اخويا كلي تواقفه على ماله اي طرف القضيه. الله يقبل بهالعمل هذا الاجرامي. ناشد جميع القضاة، ناشد جميع المسؤولين، ناشد جميع الخيرين ان يشوفون هذا الحل ويا اهل غير سعد المسؤول عن الحشد. المعتدى عليهم من قبل الضابط في الحشد العشائري. طبعا المقطع والصور أثارتا الكثير من التعليقات الرافضة والساخطة لهذا الفعل من قبل الضابط في الحشد العشائري في الصقلاوية. دعونا نتابع بعضا منها. محمد العراقي علق هكذا يعامل الرجل الكبير
مهما تكن الحالة، أين القانون وأين حقوق الإنسان؟ أبو محمد العلواني قال: إخوان انشروها، هيش حالة لا تتهاونون بيها. اليوم على هذا الشاب باشر عليكم، اقلبوا الفيس حتى تصير قضية رأي عام ويبطلون هيش استهزاء بالعالم. فراس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، دولة ويا الظالم وعمرها ما أنصفت المواطن. أبو عبد المهيمن الفهداوي قال: يعني لا حقوق ولا احترام وحتى أسلوب ومهنية وسياقات بالإجراءات ما موجودة. الولد باشا قال: لأنه مو مهني وما عنده شهادة ولا شهامة جابوه من الشارع وانطوا رتبة. نور حسين قالت: أكيد كل هذا الاعتداء على أبناء مناطق السنة لإرضاء سيدتهم إيران. والآن إلى فقرة هاشتاج. توقفت اليوم خدمتا الواتساب والإنستغرام لأكثر من ساعتين، ما دفع بالمستخدمين لهذين التطبيقين باللجوء إلى تطبيق تويتر وإطلاق هاشتاج توقف الواتساب والإنستغرام، ودفعت بهم بالتغريد والتساؤل حول توقف الخدمة في التطبيقين الشهيرين حول العالم. دعونا نقرأ بعض من التغريدات حول توقف خدمة الواتساب والإنستغرام لهذا اليوم. نوار المهاجرة غردت: نكون على بعد رسالة حينما نريد التواصل مع أي شخص بهذا العالم الواسع، وحينما يتعطل الواتساب يعود إلينا الشعور ببعد المسافات وصعوبة التواصل. ود العبد الله قالت أو غردت: السؤال المهم الحين لو علق تويتر، يعني لو توقف، أين نجتمع فيه دامنا معتبرين تويتر صالة بيتنا؟ غدير غردت: نشوف اليوم تويتر منور بجماعة الفيس والأنستا بعد ما علقت البرامج وصاير تويتر ازدحام. من المسؤول عن توقف خدمة التطبيقات؟ راشد العلي يقول ويضيف: أين كان السبب؟ يجب احترام المستخدمين. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.